هذه رسالة من المستمع أبي عبيدة خيري من السودان، بعث ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل تصح سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وهل فيها دعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه لا يجوز في وقت النهي، أم أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فيجوز في غير وقت النهي ولا يأخذ، فيجوز في وقت النهي ولا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة فيجوز في أي وقت، ولأن سببه التلاوة. حتى لو قلنا إنه صلاة فإنه يدخل في ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الصحيح أنها تفعل في أي وقت حصل سببها. نعم، على القول أنه ليس بصلاة يا شيخ، معنى ذلك أنه لا يحتاج مثلا طهارة، ما يأخذ أحكام الصلاة، ما يشترط له شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا. نعم، وإن سجد وقد تبدو بعض عورته مثلا، وإن سجد لا، العورة ما يجوز كشفها أبدا في الصلاة ولا غيرها. نعم، وهو سأل عن ما يقال في سجود، نعم، هل فيه دعاء؟ نعم، فيه دعاء مثل سجود الصلاة تماما، في أنه يقول سبحان ربي الأعلى الأقل مرة والأكثر ثلاث مرات، ثم يدعو بما تيسر له من أنواع الأدعية، لأن السجود مظنة الإجابة أو أقرب ما يكون للرب سبحانه وتعالى، سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة. نعم.